لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في البصائر، حملة الشهادات العليا يعلنون الاعتصام المفتوح حتى تحقيق المطالب. في الحرة، عراق لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات حقل نفطي عراقي يوقف الإنتاج. في القدس العربي، تونس ترفع درجة التأهب على الحدود مع ليبيا. في موقع كتابات، العراقيون يستحضرون تاريخهم في ساحات التظاهر. في العرب اللندنية، مقتل أمريكي بهجوم صاروخي في العراق ينذر برفع منسوب التوتر مع إيران. في الجزيرة نت، اذهبوا لباكستان، تهديد بمصادرة ممتلكات المسلمين المحتجين بالهند. وفي الزمان العراقية، اختطاف مبرمج حاسوب في بغداد. تستمر الوجوه الثائرة والشخوص الشعبية والحضور الجماهيري في ثورة تشرين العراقية لتؤكد حقيقة التواصل والكفاح والجهاد من أجل نيل الحقوق المشروعة لشعبنا المنتفض وتحقيق أهدافه التي سعى إليها ونادى بها من خلال الساحات والأماكن العامة التي امتلأت بها مدن وأقضية العراق، وهي تصدح بحناجر الشعب المنتفض نحو الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية. عن الوعي والانتماء الوطني لأهداف الشباب المنتفض في العراق، كتب أياد العناز في صحيفة البصائر: نحن أمام انعطافة تاريخية من حياة الشعب العراقي تصنعها الإرادة الجماهيرية وتعززها روح الوعي والإقدام وتساندها المشاعر الوجدانية التي تعتلي النفوس وتسكن الصدور في صورة رائعة تمثل ألوان الطيف العراقي بكل شرائحه المجتمعية وانتماءاته القومية والدينية، وصولاً إلى مجتمع حضاري تسوده الألفة والمحبة ولا تنازعه أدوات الشر والعدوان والبغضاء والطائفية المقيتة التي أرادها الاحتلال الأمريكي وسعى إليها النظام الإيراني ونفذتها أيديه الخبيثة من وكلائه وأدواته داخل البلاد. صورة الوعي والإدراك أوضحتها الجماهير المحتشدة والحشود الشعبية المنتفضة في الأشهر الثلاثة الماضية، كانت عنواناً عراقياً صميمياً وانتماءً ثورياً حقيقياً وصوتاً هادراً للحق والانعتاق من الظلم والتعسف الاجتماعي، ومنحت الجماهير الشبابية بوعيها وأهدافها المعلنة عبر العديد من البيانات والإصدارات واللقاءات والحوارات التي احتوتها ساحة التحرير والساحات والأماكن العامة في المحافظات الوسطى والجنوبية، عندما رسمت انطباعاً رائعاً عن حقيقة الفهم الوطني الذي أسس لركائز مهمة من العمل الشعبي المنظم والثوري الجماهيري المعد، والذي تمثل بالإرادة الوطنية التي أكدت ملامحها انتفاضة تشرين المباركة والدعوة إلى نبذ الخلافات ورفض المفاهيم الخاطئة التي سادت بعد الغزو الأمريكي للعراق. نادى ثورة تشرين المباركة بضرورة إلغاء المحاصصة الطائفية والتوافقات السياسية ورفض المنظومة السياسية وعموم النظام السياسي الحاكم في بغداد بعد تجربة قاسية وسيطرة ميدانية ووعود كاذبة وهدر للأموال وغياب للمشاريع التنموية وانعدام الرؤية الصحيحة لأي ملامح اقتصادية طيلة 16 سنة كانت عنواناً للفساد وضياعاً لفرص التطور الميداني في مجالات الزراعة والصناعة والتعليم. بدأت في العراق ولن تنتهي في العراق، لا تزال ارتجاجات الزلزال العراقي الذي وقع في عام 2003 تتردد إلى اليوم في أرجاء المنطقة كلها في ضوء الخلل في التوازن الإقليمي الذي تسببت به إدارة جورج بوش الابن. ما حصل في عام 2003 بعد دخول الأمريكيين إلى بغداد لم يكن مجرد إسقاط للنظام القائم، ما حصل على الصعيد العملي كان أهم من ذلك بكثير. في 2003 انهار النظام الإقليمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الإمبراطورية العثمانية في عشرينات القرن الماضي. حول مستقبل العراق كتب خير الله خير الله في صحيفة العرب اللندنية:
كل ما يمكن قوله في هذه الأيام إن النظام الذي تأسس في العام 2003 مباشرة بعد الاجتياح الأمريكي للعراق انتهى في العام 2019، ما الذي ينتظر العراق والمنطقة كلها بما في ذلك إيران في السنة 2020؟ ليس مبالغة توقع أن تكون 2020 سنة إيران أيضاً. مستقبل النظام الإيراني يتقرر في العراق، كذلك مستقبل المنطقة كلها بما في ذلك سوريا ولبنان، في حين تبدو قضية فلسطين في ثلاجة إلى إشعار آخر بعدما طغى الحدث العراقي وما تلاه على كل ما عداه من أحداث. من الواضح في ظل المعطيات الإقليمية أن ثمة حاجة إلى إعادة تركيب المنطقة بعدما استطاعت إيران تفتيت دول عدة من بينها العراق وسوريا ولبنان، الذي أصبح على شفا انهيار اقتصادي يهدد تركيبته الاجتماعية والسلام الأهلي فيه ومستقبل كل مواطن. كان الفشل في العراق في البداية أمريكياً، صار مع مرور الوقت إيرانياً. ما تبين في نهاية المطاف أن إيران تستطيع أن تدمر لكنها لا تستطيع أن تبني، وأن مشروعها قائم على الهدم، نظراً إلى أن في أساس هذا المشروع الاستثمار في الغرائز المذهبية وتأجيجها بغية تبرير دور الميليشيات المذهبية في السيطرة على مرافق الدولة. يظل ما حل بلبنان المثل الحي الأفضل على ذلك. لعبت الإدارات الأمريكية المتلاحقة منذ عام 2003 كل الأدوار المطلوبة منها لتسهيل مهمة إيران في العراق. دخل قادة الميليشيات المذهبية بغداد، وهي ميليشيات تابعة لأحزاب عراقية تابعة بدورها لإيران، على الدبابة الأمريكية في اللحظة التي سقط فيها تمثال صدام حسين في العاصمة العراقية. وصف جنود من قوات البحرية الأمريكية قائد الفصيلة الذي عفى عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم تورطه في جرائم حرب في العراق بعبارات قاتمة، وقالوا أنه عبارة عن شرير ومختل عقليا ورجل ينشر السموم، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. وقال المشغل الخاص درجة أولى كوري سكوت لصحيفة نيويورك تايمز إن قائد العمليات المتهم إدوارد جالاجر كان يريد قتل أي شيء متحرك. وفي مقابلات الفيديو التي تم تسريبها وصف عناصر فريق سيل 7 جالاجر وهو يقف باستهداف طفل لا يزيد عمره عن 12 عاماً، كما تم وصفه وهو يقوم بطعن أسير مصاب بجروح قاتلة بسكين صيد. وقد تم تبرئة جالاجر في نهاية المطاف من قبل هيئة محلفين عسكرية في يوليو تموز من تهم القتل، ولكن تم تخفيض رتبته بعد إدانته بالتقاط صورة لأسير من تنظيم الدولة. ومع ذلك فقد تجنب في النهاية كل العقوبة بعد تدخل الرئيس ترامب في نوفمبر واستعاد رتبته. وقال محامي جالاجر لنيويورك تايمز إن مقابلات الفيديو كانت مليئة بالتناقضات والأكاذيب التي خلقت خريطة طريق واضحة للبراءة. وذكرت الصحيفة أنه في المقابلات المصورة مع المحققين قال الجنود إنهم رأوا جالاجر يواصل طعن أسير مخدر دون سبب، وظهر بعد ذلك وكأنه يحتفل. تقول الصحيفة إن أحد الجنود أكد بأن ما فعله جالاجر في العراق كان أكثر شيء مشين شاهده في حياته. في تقريرها بعددها الصادر توقف صحيفة لوفيغارو الفرنسية عند المناورات العسكرية المشتركة التي بدأت أمس بين البحرية الإيرانية الروسية الصينية في منطقة خليج عمان الاستراتيجية على أن تستمر 3 أيام. وقالت الصحيفة أن إيران في مواجهة تمدد إمبراطوريتها في الشرق الأوسط. واعتبرت لوفيغارو أن إحجام الولايات المتحدة عن الرد على إيران في نهاية شهر يونيو حزيران الماضي في أعقاب إسقاط الدفاع الجوي للحرس الثوري طائرة مسيرة أمريكية في منطقة الخليج، ثم رفض واشنطن مساعدة المملكة العربية السعودية على الانتقام بعد الهجوم على منشأتي أرامكو في سبتمبر أيلول الماضي، اعتبرته رفعاً من منسوب الردع الإيراني، لدرجة أن عدوتيها في المنطقة الإمارات العربية المتحدة ثم المملكة العربية السعودية خففتا من لهجتهما حيالها، مثل
متقبلتين من الآن فصاعدا مقاربة التفاوض مع إيران لإدراكهما بأنهما ستخسران الكثير في الصراع مع جارتهما. وفي هذا الإطار تشير لوفيغارو باشرت أبو ظبي التواصل سريا مع طهران، كما بعثت الرياض من جانبها برسائل إلى إيران، ثم التقى السعوديون بمسؤولين إيرانيين. كما كشفت عن ذلك مؤخرا صحيفتا وول ستريت جورنال ولوفيغارو. لكن منذ ذلك الحين تغير المعطى ابتداء من نوفمبر تشرين الثاني، حيث كانت مئات المدن الإيرانية مسرحا للاحتجاجات التي قمعها النظام بشدة، حيث تتحدث تقارير عن وقوع أكثر من 300 قتيل. وبالتزامن مع ذلك رفض عشرات الآلاف من الشباب العراقي الشيعي الغاضب سيطرة جارتهم على بلادهم، بينما يستمر التعبير عن الرفض نفسه لجماعة حزب الله في لبنان. تقول لوفيغارو موضحة إنه في واشنطن تغيرت اللهجة، حيث يعتقد الأمريكيون أن سياستهم الخاصة بالضغط الأقصى قد أثمرت، وأن هذا ليس الوقت المناسب لعملية دبلوماسية مع طهران، وفق ما تنقل الصحيفة عن خبير في منطقة الخليج لم تورد اسمه. لا يحتاج المرء إلى كثير من الذكاء لإدراك أن سلوك المصارف اللبنانية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في العامين الأخيرين كان أقرب إلى سلوك ما يريد كسب الوقت. لا حاجة لتكرار أن الخطوات المصرفية المتلاحقة كان ذلك كله أقرب إلى خطوات مدونة في وقت سابق انتظارا لمثل هذه الأيام، ثم بوشر بتطبيقها، مقال الكاتب ديار عقيقي في صحيفة العربي الجديد. لا يمكن تصديق أن الخطوات المتخذة لمنع التداول بالدولار الأمريكي وحصره بالليرة اللبنانية اعتمدت على عجل، بل من المؤكد أنه تم الاتفاق فيما بين أركان السلطة السياسيين والمصرفيين على هذا التحول المالي سابقاً، ما سمح بتهريب أموال كل من يرتبط بالنظام اللبناني موالياً كان أو معارضاً أو مستقلاً من المصارف اللبنانية إلى المصارف الخارجية تحت أسماء عدة، بما يعني تعذر استردادها تحت أي قانون ومهما كانت قوته. وبطبيعة الحال أدت هذه الخطوة إلى انخفاض القيمة الفعلية لودائع المواطنين، ما شكل ارتفاعاً حاداً في أسعار السلة الغذائية بنسبة تتراوح بين 30% و50%، وذلك في مقابل تثبيت سعر الصرف الرسمي لدى مصرف لبنان بنحو 1500 ليرة للدولار الواحد. بالإضافة إلى ذلك أدى تقنين سحوبات المودعين في المصارف إلى إحجام الناس عن دفع أقساطهم الشهرية، سواء كانت أقساط بيت أو سيارة أو حتى كانت أقساطا مدرسية، فانعدام السيولة دفع إلى انعدام الحركة وبالتالي ترسيخ الجماد في الدورة الاقتصادية. ماذا تفعل السلطات؟ لا شيء سوى اختلاق حروب طوائفية وهمية كما يحصل الآن بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ووزير الخارجية السابق جبران باسي. أكد صحيفة فاينانشال تايمز أن 200 مليون مسلم الذين يعيشون في الهند يرون أن قوانين الجنسية التي استحدثها رئيس الوزراء ناريندا مودي تمييزية ضد المسلمين، وانتفض هؤلاء في الهند التي شهدت احتجاجات ضخمة بعد إصدار قانون جديد للجنسية يعطي الأولوية لغير المسلمين من الدول المجاورة للهند مثل باكستان في الحصول على الجنسية. ونقلت الصحيفة عن تاجر هندوسي تعاطفه مع مسلمي الهند الذين يعيشون حالة من الخوف في عشوائيات مدينة مومباي، حيث يوجد عدد كبير من المسلمين، ويذكر مثال حميدة الأم ذات 20 عاماً التي تحمل أوراق هوية هندية وتخشى من عدم اعتبارها هندية، وتقول: هذه بلدنا، ولدنا فيها وترعرعنا فيها، أين نذهب؟ وكانت صحيفة فاينانشال تايمز أكدت أن المحتجين المسلمين تعرضوا لقمع وحشي واعتداءات جنسية وتعذيب بعد المظاهرات التي خرجت ضد قوانين الجنسية الجديدة المثيرة للجدل، في وضع جعل الحكومة الهندية تواجه التحدي الأكبر. وخرجت الاحتجاجات في 56 مدينة عبر أقاليم البلاد، وشارك فيها أعداد ضخمة من الطلاب المسلمين والمواطنين العاديين،
وواجه هؤلاء قمع الشرطة الوحشية الذي تسبب بسقوط قتلى في إقليم أسام ومدينتي لوكنو ومانغالور. هذا ويعتقد المسلمون أن قوانين الجنسية الجديدة التي أقرها البرلمان مؤخرا تمثل تمييزا ضد المهاجرين المسلمين في البلاد. أعلنت أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة العثور على شواهد قبور قرب الحرم المكي تعود إلى 754 سنة، وعثر على شواهد القبور التي يعود تاريخها إلى عام 687 هجرية من خلال قيام مقاول بالحفر والتجهيز بمهم عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة، بحسب ما أفادت الأمانة في تغريدة على تويتر أثناء قيام مقاول بالحفر والتجهيز بمهم عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار المقابر، وتم العثور على شواهد يعود تاريخها إلى 687 هجرية، وسيتم التنسيق لتسليمها إلى جهات الاختصاص في العاصمة المقدسة مكة المكرمة. إلى الرسوم الكاريكاتورية. نلقاكم بإذن الله.